انا عايز استفسر يعني انت هتدي له مكان جوه هتدي له مكان جوه مجال جوه بتاع التصنيع بالظبط وهتجيب له مكان اللي هو بيطلع 9 طن ده بالظبط ما احنا وتدي له كمان 50 ما تفكرش بقول لك ما ينفعش النسبه تقل كمان سنه او اتنين لا لو انت هتضخ معايا فلوس ماشي بس انت مش هتضخ فلوس ده هو الراجل يعني انا هعمل كل الاستثمارات وكل الريسيرش وكل حاجه لان انت يبقى عندك شركه فيها مصنع وقصه كده يعني ما اعرفش طب نخليها 40% طيب لا ما ينفعش خلاص اوكي اوكي مبروك مبروك مرسي جدا مرسي 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 جدا مرسي جدا شكرا مرسي مبروك مبروك ان انت ما ضيعتش الوقت مرسي مرسي شكرا مرسي برافو يا حماده والله ربنا يكرمك